في الحقيقة وإحنا بنتكلم عن يعني شهر يونيو تحديداً، فبنتكلم كمان عن المجهود الكبير اللي بذل في الدولة المصرية واتعمل في كل القطاعات من أول 2014 تحديداً، ولسه مستمر لحد وقتنا هذا، لأن إحنا لما بنتكلم عن 2014 فإحنا بنتكلم عن ثورة 30 يونيو اللي مر عليها 10 سنوات واللي نتج عنها إعادة بناء الدولة المصرية في حياة الأمر في كل القطاعات، زي مثلاً أهم القطاعات يعني أنا شايف من وجهة نظري حصل فيها تطور وطفرة كبيرة جداً، كان قطاع الزراعة اللي كان ليه نصيب كبير من المشروعات اللي قدرت إن الدولة المصرية تحقق من خلالها الأمن الغذائي للمصريين. وبالمناسبة العالم كله خلال الفترة اللي فاتت كان مهتم جداً بمصطلح واحد فقط وعنوان عريض واحد اسمه الأمن الغذائي، وده بيعد يعني اللي حصل في أو ده بعد تحديداً اللي حصل في أزمة جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من نقص في المواد الغذائية وتعطيل لسلسلة الواردات تحديداً ونقص من سلاسل الإمداد والتوريد. علشان كده كل الدولة المصرية كانت مهتمة من 2014 وكان عندها رؤية، الرؤية دي كانت رؤية بعيدة المدى تحديداً، رؤية استباقية لأهمية العمل في قطاع الزراعة بالشكل اللي يحقق للمصريين الأمن الغذائي ويوفر السلع الأساسية ويوفر ليهم السلع الاستراتيجية. ولو هنا هنتكلم تحديداً عما حدث في يعني مشروعات كبيرة أضافت أضعاف الرقعة الزراعية اللي كانت موجودة يا بسنت، بنتكلم على مشروع الدلتا الجديدة اللي تقريباً بيضيف للرقعة الزراعية، بنتكلم في أكتر من 2.5 يعني مليون فدان زي ما احنا شايفين دلوقتي على الهواء، ده يمكن نموذج وصور لمشاريع الدلتا الجديدة اللي من بينها طبعا مشروع مستقبل مصر، المشروع اللي ضاف يعني أكتر من 1,050,000 فدان. مجهود كبير اتعمل في هذا القطاع بعد 30 يونيو، والحمد لله ان احنا بنجني ثماره دلوقتي، مشروعات عملاقة جدا، كلنا شفنا المشروعات القومية اللي اتعملت في قطاع الزراعة واللي قدرنا من خلالها لحد النهاردة نستصلح أكتر من 3.5 مليون فدان، زي مشروع الدلتا الجديدة، جنوب الوادي، إعادة إحياء مشروع توشكا وزراعة مناطق في شمال ووسط سيناء. كل دي مشروعات قدرت أنها تعمل على توسيع الرقعة الخضراء وتوفر لنا إنتاج أكبر من المحاصيل الزراعية. الحقيقة الدولة المصرية كمان سعت أنها تكثف الدراسات والبحوث التطبيقية واستهدفت تحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، ده عبر استنباط أصناف جديدة ليها أو عندها إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة احتياج الماء ومتحملة للتغيرات المناخية اللي العالم كله بيعاني منها النهاردة. فكان في الحقيقة خطوة استباقية من الدولة المصرية، بالذات طبعا أو عقب يا عبد الصمد الأزمة الروسية الأوكرانية، إن هم فكروا في المحاصيل الاستراتيجية، إن احنا النهاردة كمصريين لازم نوفر أمننا الغذائي. ده حقيقة، بس أنت يمكن أنت اتكلمت على فكرة استنباط يعني سلالات جديدة بتقلل من استهلاك المياه، ودي كانت تحت اسم التقاوي المعتمدة تحديدا اللي تم توفيرها للفلاح وتم توفيرها للمزارع المصري علشان خاطر يكون قادر على يعني تحسين المحاصيل الزراعية اللي بتخرج من الأراضي الزراعية الخاصة بيه. لو بصينا يعني نظرة عامة على المشروعات اللي حدثت منذ 2014 في المجال الزراعي، هنلاقي بالتأكيد أن المشروعات دي كانت عامل مهم جدا في تحقيق الأمن الغذائي للمصريين، وكمان ساعدت في أنه يكون في زيادة كبيرة في حجم الصادرات الزراعية بكميات تجاوزت هذه الكميات 5,600,000 طن، وده يمكن كان تصدير لأهم الأسواق العالمية. وبالمناسبة لما بنتكلم على تصدير لأهم الأسواق العالمية، فمصر هي الأولى عالميا في تصدير الموالح زي الفراولة المجمدة كمان، وبتصدر أكتر من 350 منتج زراعي لحوالي 150 دولة حول العالم. كل ده بيأكد إن كان فيها بسنت رؤية استباقية، كل ده كان بيأكد إن احنا كمان نملك الإرادة السياسية القادرة على وضع استراتيجية
والتصميم على تنفيذ هذه الاستراتيجية كي يعم الرخاء على كل المصريين. حلو كمان أن الدولة ركزت على قطاع الزراعة وعلى المحاصيل واستنباط محاصيل جديدة وتوفير المياه والحاجات دي كلها، لكن كمان ما نسيتش المزارع، وده كان صحيح. أهم حاجة، لأن في وسط كل ده الاهتمام الأبرز كان بالمزارع ودعم الفلاح وتوفير التقاوي بجودة عالية، وكمان تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية مش بس في القمح لكن كمان في محاصيل تانية كتير مهمة زي فول الصويا مثلا، عباد الشمس، القطن والذرة، عشان المزارع يقدر ان هو يضمن عائد مجزي من الزراعة او زراعة هذه المحاصيل الاستراتيجية. في الحقيقة الدولة كمان اهتمت جدا جدا بالإرشاد الزراعي، يعني هي وفرت تطبيق على الموبايلات للمزارعين عشان يقدروا ان هم يتابعوا بيها المحاصيل بتاعتهم، لو في نقط إرشادية ازاي يتعاملوا مع هذا المحصول مثلا. وده في الحقيقة بيورينا تضافر جهود الدولة في جميع القطاعات، وان الدولة كانت عايزة تعمل تحول رقمي فاهتمت جدا في ان هي كمان تروج لهذا الابليكيشن او التطبيق اللي هو كارت الفلاح، المساعد الذكي للفلاح اللي بيعتبر مساعد ذكي للفلاح، وعملت ندوات رفع الوعي مش بس للفلاح لكن كمان للمرأة الريفية لاستخدام هذه او هذا الابليكيشن او التطبيق. ففي الحقيقة كان في جهود متضافرة من جميع قطاعات الدولة في هذا القطاع بالتحديد وقطاعات اخرى طبعا، لكن احنا النهاردة بنتكلم تحديدا عن الزراعة لان هو ده امننا، هو ده أكلنا وشربنا. إحنا النهاردة لازم نوفر هذه المحاصيل المهمة جدا لينا، بعد ما كنا بنستورد يعني بملايين الدولارات القمح وغيرها من المحاصيل، إحنا النهاردة عايزين ننتج وعايزين نشتغل وعايزين نعمل، وده أهم حاجة. عشان كده النهاردة هيكون معنا فقرة مهمة جدا بمناسبة مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو، ماذا تحقق في قطاع الزراعة وتعظيم الإنتاج الزراعي، كل ده اللي عايزين نعرفه النهارده. ده حقيقة، بس انت يمكن اتكلمت على نقطة مهمة جدا وانت بتتكلمي على فكرة ان هو ده اللي اهتم بيه الدولة، هو مش فكرة كمان اهتمام الدولة، هو فكرة إعادة مصر إلى أصل هويتها، لأن مصر بالأساس دولة هي دولة زراعية. صح. لكن تم على مدار سنوات في غفلة من الزمن، لا مش بس تصحر، فكرة كان بناء على الأراضي الزراعية، الأمر اللي خلى فيه تقليل للرقعة الزراعية الخاصة بينا، لكن الدولة كانت لده بالمرصاد، وكان فيه إجراءات وكان فيه قوانين صارمة وحازمة وآلية تفعيل وضبط لهذا الأمر على الأرض تحديدا، عشان المدن. أحافظ على الدلتا القديمة وأنشئ الدلتا الجديدة. ففكرة التبديل والتوفيق، لكن أنا بحافظ على القديم، لأن القديم الأرض اللي موجود عندنا، الدلتا القديمة، الطمي نفسه اللي موجود بتاع النيل اللي موجود على يعني هذه التربة الزراعية هي من أفضل أنواع التربة الزراعية، فما ينفعش إن أنا أهدرها بالبناء على أراضي غير مخصصة لده. عشان كده واجهة الدولة ده تحديدا، وقدرنا إن إحنا نحقق أمننا الغذائي في وقت يمكن ما كانش حد بيبص أبدا، 2014 يعني ما قبل جائحة كورونا، ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية بالزبط. وده بيثبت وبيؤكد ان كان فيه رؤيه ثاقبه، رؤيه بعيده المدى واستراتيجيه واضحه ماشيه عليها الدوله وبتنفذها. عاجبني كمان يا احمد ان احنا لسه مش واقفين عند هنا، احنا كل يوم عندنا مشروع جديد. عايزه اقول كمان ان اللي حصل في ملف الزراعه كان كتير، مثلا يعني في انجازات كتيره قوي منها زي تنفيذ المبادره الرئاسيه لزراعه 2.5 مليون نخله من الاصناف الفاخره، تحقيق الاكتفاء الذاتي في الدواجن والالبان والاسماك و7 محاصيل رئيسيه، وتحقيق طفره في الامن الغذائي، تفعيل منظومه الزراعه التعاقديه لاول مره محاصيل زي فول الصويا وعباد الشمس والقطن والذره زي ما اتكلمنا قبل كده. كمان في تجديد للرقابه على سوق مستلزمات الانتاج الزراعي، وده مهم جدا، برنامج وطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضار والفاكهه بالاسواق المحليه. تم طبعا انشاء 12 معمل تم اعتمادها دوليا كمعامل مرجعيه لفحص وتحاليل المنتجات الزراعيه، احكام الرقابه على الصادرات الزراعيه وتطبيق اشتراطات الصحه النباتيه طبقا للمعايير الدوليه. بنتكلم عن 5 مليون طن و600 ألف من المحاصيل اللي تجاوزت الصادرات الزراعية المصرية من 350 منتج زراعي إلى ما يزيد عن 150 دولة حول العالم. كمان إطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الري في 1 مليون فدان من الأراضي الجديدة،
وغيرها وغيرها من المشروعات القومية الكبيرة جدا، ويعني اللي فعلا عملت طفرة زي ما انت قلت يا عبد الصمد في 10 سنين من الإنجازات. حقيقي 10 سنين احنا بنتكلم من يعني 30 يونيو لحد النهاردة. انت يمكن عددتي مجموعة كده من او حزم من المبادرات وما استهدفته الدولة المصرية من 2014 لحد وقتنا ده، لكن انا شايف يا بسنت اللي احنا لو هنتكلم على كل مشروع منها زي مثلا المشروع القومي لزراعة 100,000 فدان صوب زراعية، المشروع ده تحديدا احنا لو هنتكلم عليه يا بسنت هو عمل طفرة طبعا. خلى عندك المحاصيل الزراعية متوافرة طول ايام السنة، ففكرة ان ده بس لوحده عشان نتكلم عليه احنا محتاجين اعتقد 10 سنين مش 10 حلقات. وفي الحقيقة لا عملنا حلقات بنتكلم عنه هنا في صباح الخير يا مصر من فعلا من كتر اهمية هذا المشروع. كمان المشروع القومي لتطوير قصب السكر صحيح. من خلال زراعته بنظام الشتاء البدء فيه انشاء محطتي كومومبو وادي الصعايده بطاقه انتاجيه بتصل ل 200 مليون شتله سنويا بتكلفه بتصل لمليار جنيه صحيح. كل دي انجازات حصلت في العشر سنوات اللي فاتت في قطاع الزراعه، واحنا مهتمين النهارده ان احنا نتكلم عن هذا القطاع بالتحديد لانه زي ما اتكلمنا مع حضرتكم هو ده امننا الغذائي، واحنا يعني ماشيين في خطوات جدية نحو تحقيق هذا الأمن الغذائي، وعايزين نصل إن احنا نوفر لنفسنا احتياجاتنا من غير ما نبقى بنستورد أي من المحاصيل الاستراتيجية اللي احنا بنحتاجها. احنا بنتكلم على الأزمة الدولارية وإن في مشكلة عندنا في الدولار، يبقى عندك انت كمان مشكلة أكبر في فكرة اللي انت بتستوردي كل المحاصيل دي وما بقاش عندك اكتفاء ذاتي منها، ففكرة يعني هيبقى أضعاف مضاعفة، لكن انت عملتي خلال العشر سنوات على فكرة اللي انت تقللي الفاتورة الدولارية الفاتورة الاستيرادية من الخارج من خلال هذه المشروعات. أنا شايفة انه ان شاء الله لما نحتفل كمان كام سنة هنبقى بنحتفل بالاكتفاء الذاتي ان شاء الله ان شاء الله. على كل حال احنا بنصبح على حضراتكم، اهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، حلقة جديدة.